خلال استقباله وزير خارجية إيران، الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعي لوقف التصعيد وعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة. تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم 25، وحزب الله يصد محاولة توغل جديدة ويستهدف قواعد عسكرية للاحتلال. لليوم 13 على التوالي، مدينة ومخيم جباليا تحت الحصار الخانق، وقوات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوي نازحين بالمخيم. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث سمن السيد الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن السيد الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات،
كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة التعامل بحذر في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة. وخلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد عبد العاطي على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون أي دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها، مؤكدا على ضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف. كما شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وعلى الملكية الوطنية اللبنانية في ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع لابد وأن تتم في إطار من التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأولوية القصوى التي توليها الحكومة للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم بحجم 1500 ميجاوات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى. وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات المحددة خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، مشددا على ضرورة التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات المحددة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة فورتسكيو العالمية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إتاحته من حوافز وتيسيرات من شأنها أن تسهم في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم لهذا القطاع. كما أكد مدبولي أنه يتابع تنفيذ المشروعات التي تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات الكبرى، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى تطلعه لاستمرار المشاورات مع شركة فورتسكيو لوضع تصور متكامل لتنفيذ مشروع الشركة بمصر عبر توفير مختلف المتطلبات التي تمكن من ذلك، لا سيما الموقع الخاص بتنفيذ المشروع. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها وعدد من ملفات العمل. استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. في الوقت نفسه أكد مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة مثل مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات، لا سيما السيارات الكهربائية. شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية لوضع منظومة ناجحة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمناقشة وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر. كما أكد رئيس الوزراء أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة. من جهتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، وخلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار مدبولي إلى حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة، مؤكدا أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية. يواصل الشعب اللبناني إظهار القدرة على الصمود في أعقاب الضربات الإسرائيلية المكثفة في جميع أنحاء لبنان. السكان النازحون من الضاحية الجنوبية لبيروت عبروا عن تصميمهم الذي لا يتزعزع على مجاهبات العدوان، ومؤكدين أن عنف الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر معنوياتهم. الوضع بشكل عام أنا شايفه أنه بيستحق الصبر وطبيعي جدا. إذا كان مفكر نتنياهو أنه القتل ترهيب وترغيب وجبر على الفعل فهو مخطئ. نحن شعب قوي، نحن شعب ثابت، ونحن شعب نؤمن بمبادئنا الإنسانية والأخلاقية واللي إلى علاقة بالحياة البشرية. صارعنا الحرب عادي، لبنان معروف 10 سنين بيتعمر و10 سنين بيتدمر، بنتحكي من 82 وهكذا 10 10 10 100 بالمية. نسبة للحروب اللي عم تصير عندنا لبنان جنة على الأرض، بعض الشعب ما بيعرفوا قيمته للبنان، بس الدول الغرب والأمريكان والإسرائيلية وأي بلد إن كانت بيقولوا لك لبنان عن جد جنة، نحن مش عارفين قيمتها. أكيد الوضع مزري كتير وما كنا متوقعين هيدا الشيء يصير هلأ، أكيد متوقعينه بس مش هلأ أكيد. ونحن عنا قضية ماشيين وراها وما حنتخلى عنا أبدا. من جهته أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن ما يحدث في الشرق الأوسط يعد كارثة وأزمة إنسانية كبيرة. وأشار بوريل إلى أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات، وأعرب عن أمله أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بالهجمات الإسرائيلية على قوات يونيفيل العاملة في جنوب لبنان. دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيق بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في الحرب على قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه مقلق إلى حد كبير، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق للجيش لاستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في 5 مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف الأنفاق من الداخل لحماية الجنود من أي أذى. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري، ونعود لاستكمال ما تبقى من أحداث وتطورات بالمنطقة والعالم على صعيد الشأن المحلي. هذا وما زلنا نتابع مستجدات الأوضاع بالأراضي المحتلة وآخر تطورات العدوان على قطاع غزة.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر أي من الشاحنات على مدار اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم إبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. كانت تدخل يعني هذه المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتدخل إلى قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال تستمر في نهج التعنت وعرقلة دخول هذه المساعدات وفي بعض الأحيان منع دخول هذه المساعدات على الإطلاق من الناحية الأخرى. هذه المساعدات من مساعدات إغاثية، مساعدات غذائية، مستلزمات طبية، أيا كان المستلزمات اللوجستية التي يحتاجها قطاع غزة تمنع قوات الاحتلال دخولها من الناحية الأخرى. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، هذا يأتي بالتزامن مع استمرار القصف المستمر على أماكن مختلفة في قطاع غزة وتحديدا شمال قطاع غزة، ولكن من هنا أيضا نستمع إلى يعني أصوات الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال واستمرار القصف أيضا على غرب رفح الفلسطينية واستمرار استهداف أيضا الأماكن المختلفة سواء كانت لوجستية أو حتى أماكن مدنية أو الشبكات المختلفة. هنا نسمعها من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي تحدث في رفح الفلسطينية. بالإضافة لذلك أيضا استمرار المسلسل الخاص بمنع دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة ضمن الخطة التي تنتهجها قوات الاحتلال بممارسة إما يعني القصف المستمر والقتل المتعمد للمدنيين في قطاع غزة، أو في بعض الأحيان منع دخول المساعدات الإغاثية لإجبار الفلسطينيين على التهجير أو لترك منازلهم في شمال قطاع غزة. لكن المجهودات المصرية برغم كل ذلك لا تتوقف في استلام هذه المساعدات وتجهيزها من 29 دولة و14 منظمة دولية، واستعداد لدخول دائم لهذه المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن كوريا الشمالية تمد روسيا بالقذائف والمعدات، مشيرا إلى أن هناك إشارات على تورط الصين أيضا في مساعدة روسيا لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا. وطلب زيلنسكي أمام اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي دول التكتل بتقديم المساعدة لإنهاء الحرب في موعد لا يتجاوز العام المقبل. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي مارك روتا أن حلفاء نيتو قدموا 20.9 مليار يورو مساعدة عسكرية لأوكرانيا خلال النصف الأول من العام الحالي. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الحلفاء بحاجة إلى تحرك أكثر وأسرع لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا يتطلب المزيد من القوات والقدرات والاستثمار لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها خططنا الدفاعية. كما شدد على أهمية القدرة الصناعية الدفاعية الموسعة وسلاسل التوريد الأكثر قوة والتقنيات الجديدة باعتبارها ضرورية لضمان بقاء التحالف مرنا في جميع المجالات. أعلنت أستراليا أنها ستسلم أوكرانيا 49 دبابة قتالية قديمة من طراز إبرامز الأمريكية. وصرح وزير الدفاع الأسترالي بات كونروي في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أنهم يقفون إلى جانب أوكرانيا في معركتها ضد العملية العسكرية الروسية، وأن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي قد رحب بهذه المبادرة على شبكة أكس وأعرب عن امتنانه إلى أستراليا حسب ما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى برلين الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا. سيلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن هذه الزيارة التي ستستمر يوما واحدا سيتخللها أيضا لقاء ثنائي بين بايدن وشولتز. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. اختتمت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والذي انطلق الأحد الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وخلال حفل الختام أكد وزير الموارد المائية والري على أهمية الحدث، مشيرا إلى مشاركة 1109 متحدثين إقليميين و100 منظمة دولية، بالإضافة إلى 24100 مشارك و100 عارض. كما تضمن الحدث 24 مسابقة. ويمثل أسبوع القاهرة للمياه منصة هامة لرفع الوعي بقضايا المياه في مصر والمنطقة، ويأتي انعقاده في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر والعالم فيما يتعلق بالأمن المائي والبيئي. عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تطوير الأبحاث الكندية الدولية والمنظمة الدولية للتحلية وإعادة استخدام المياه. جاء الاجتماع لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. أشار سويلم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 13 دولة من بين أكثر 17 دولة تعاني من الشح المائي على مستوى العالم، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدي. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار سهريج فوارغ خط الواحات التبين بالقرب من مزلقان المريوطية، فوجئ قائد القطار بلودر تابع لإحدى الشركات يعبر السكة من مكان غير معد للعبور. وأكدت الهيئة أن السائق فر هاربا تاركا المركبة على شريط السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر. وأسفر الحادث عن خروج 6 عربات وسقوط باقي العربات عن السكة، مؤكدة أنه تم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة مرة أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية. استقبلت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عددا من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها على استقبال أعضاء مجلسي النواب وشيوخ لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين ومتابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات واستكمال جميع المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين. وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية والتي توليها وزيرة التنمية المحلية أهمية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميدانية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات. وأوضحت وزارة الصحة أن المرحلة الثانية استهدفت محافظة الإسماعيلية وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى حميات الإسماعيلية. كما تفقد الفريق أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعناية المركزة، وكذلك تفقد مخزن المستلزمات الرئيسي. استضافت جامعة الغردقة فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وأكدت نائبة محافظ البحر الأحمر مجدة حنا خلال كلمتها أن المبادرات الرئاسية تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا. نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية احتفالية كبرى بأحد حقول الأرز البسمتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا بمناسبة انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسمتي والسوبر. في احتفالية كبرى نظمتها مديرية الزراعة بمحافظة الغربية داخل إحدى حقول الأرز البسمتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا، أعلنت مديرية الزراعة بالغربية انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسمتي والسوبر، وأكد الحضور على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة لخدمة المزارعين ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف. في إطار اهتمام طبعا الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الزراعة واهتمامهم وتوجهاتهم بالنهوض بالبحث العلمي ومراكز البحوث الزراعية، فيمكن النهارده كان يوم جميل جدا بنحتفي فيه بصنف من الأصناف الجديدة وهو الرز البسمتي، طبعا اللي هو مطلوب على الموائد المصرية ومطلوب وبنستورده بعملة كبيرة، وبالتالي توفير هذا الصنف هيعمل رواج كبير جدا، هيوفر عملة صعبة للبلد. الحمد لله على أرض محافظة الغربية يمكن باقورة إنتاج هذا الصنف إن شاء الله موجود عندنا هنا. محافظة الغربية طبعا من المحافظات اللي هي بتزرع رز، عندنا ما يقرب من 116 ألف فدان من مساحات الرز مزروعين في محافظة الغربية، طبعا بيتواجهم ها التجربة اللي احنا بنعملها النهاردة، آملين إن شاء الله إن هي تنتشر وتحوز إعجاب المزارعين إن شاء الله. الحقيقة احنا بدأنا من أول سنة 2014 نطور أصناف سوبر متطورة بالتعاون مع دول زي الصين ومعهد الرز الدولي بالفلبين ودول العالم كلها، والحقيقة عشان نحقق النموذج المصري في تطوير الرز المصري السوبر لندرة المية والتغيرات المناخية، ونجحنا ان احنا نستنبط سخة سوبر 300 و301 و302 و303 اللي خدت جائزة جنيف الدولية للابتكارات على مستوى العالم، واللي حققت انتاجية في مصر انتاجية عالية ودخل زيادة عن 2 مليار جنيه نتيجة زيادة محصولية من نص طن لطن الفدان، وقللت استهلاك المية 30% عن الأصناف التقليدية، و أنتجت رز أبيض أعلى، محصول رز أبيض كان أعلى لأن تصافي التبيض بتاعتها كانت بتوصل ل75%. كان هناك تأكيد أيضا على أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية في استنباط الأصناف الجديدة من الأرز قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية، ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثا من كافة المحاصيل. شفنا نتائج الحقيقة كانت هائلة، ما كناش أبدا نحلم بيها، أنتجنا أصناف بتوفر في المية، وإحنا دايما النهاردة بنقول أي زراعة توفر في المية هنشتغل معها. إحنا بنشتغل في ظل قلة موارد مائية، ندرة المياه، تغيرات مناخية، فالوضع ده يعني محتاج شوية شغل، احنا بنتحدى نفسنا علشان نطلع بنتيجة كويسة. طفرة زراعية تتحقق من حيث زراعة أنواع مختلفة من هذا المحصول الاستراتيجي، تضاف إلى جهود أخرى مكثفة لتأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع والمحاصيل. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانئ، حيث تعقد البطولة على مدار 3 أيام حتى 19 من أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 175 فارسا وفارسة من دول مصر وسوريا وليبيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وهولندا وجنوب أفريقيا.
هذا وتقام الفعاليات بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذي يعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا هبة، شكرا ليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين. وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة 15 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في اسطنبول إن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثا وقيما مشتركة بين الطرفين. وطالب أبو الغيط بتطوير التعاون العربي التركي ليشمل مجالات البنية التحتية، وولد الجانبين خبرات تجارب مهمة في هذا المجال بالذات. وقع مركز المعلومات معلومات مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في مجالات التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وينفذ المركز مشروعا طموحا تحت عنوان توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية، ويوثق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجامعة الدول العربية الذي يعد تاريخا حافلا في مسار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وأزمات ومواقف تشكل جزءا من هوية وتاريخ الأمة العربية. كما يهدف المشروع إلى التوثيق المرقمن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن سياسة الوزارة أكثر استهدافاً للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح كوجك خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي أن الحكومة تعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات التجارية المتوازنة بين مصر وتركيا. وأكد كوجك أن مصر تلعب دورا نشطا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن مصر تصدرت إفريقيا لثلاث سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، ذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 74 دولارا و67 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% لتسجل 70 دولارا و84 سنتا للبرميل، وهذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.15% لتصل إلى دولارين و19 سنتا للتر، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل دولارين و44 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الصين عن زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة، ذلك بحلول نهاية السنة الحالية، فضلا عن مساعدة لترميم مليون مسكن متداعي. وصرح وزير الإسكان الصيني ني هونغ خلال مؤتمر صحفي أن زيادة القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء ستبلغ 4 تريليونات يوان، ما يعادل 562 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف ني هونغ أنه سيتم أيضا ترميم مليون مسكن متداعي. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى وهبة، إليكم. شكرا لك سارة. نهاية النشرة، ولم يتبقى سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال استقباله وزير خارجية إيران، الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر داعي لوقف التصعيد وعدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان لليوم 25، وحزب الله يصد محاولات توغل جديدة ويستهدف قواعد عسكرية للاحتلال. لليوم 13 على التوالي، مدينة ومخيم جباليا تحت الحصار الخانق، وقوات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوي نازحين بالمخيم. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء.